بدي احكي لك انا حبيتها ومش رح اخبي نويلة ضلي مقبيلة تترد اللي روحي وقلبي نويلة وبدي احكي لك. لهلأ صار عندك 7 أغاني برصيدك الفني، وين صار تحضيرك ألبومك الجديد؟ يعني الالبوم اوريدي هو جاهز بكل شيء، مفروض كنا نطلقه من فتره قبل يعني، بس الوضع ما عم بيساعدنا كثير انه ننزل البوم، خصوصي انه هلا عم نشوف قد ايه عم ينزل البومات. مع احترامي للكل، بس بتلاقي الالبوم بطل له رهجه مثل قبل يعني. يعني بينزل البوم 14 اغنيه بينجح منهم غنيتين. عم نشوفك بدور التمثيل والغناء بفيديو كليباتك، وكان دورك كثير ناجح، معقول نشوفك قريبا بدور التمثيل؟ تمثيلك بحب التمثيل وحيجي يوم ممثل يعني. هلا انا حبيته من خلال الفيديو كليبات اللي عملناهم يعني، بس هلا شوي مركز على الغناء اكثر يعني. سمعنا سعد انه في ديو بينك وبين والدتك. كل سنه كنا نقول انه بدنا نعمل على عيد الام، بس عم بحاول شوي اعمل ارشيف لإلي كسعد رمضان، كاغاني خاصه لإلي، بعدين بنعمل ديو مشاريع تاني يعني. رايك بالسياسه بتتجرأ اذا قلت لك لاي حزب بتنتمي؟ كفنان غلط يفوت بقصة السياسة. الفنان لأنه بالنهاية عنده جمهور من كل الطوائف، يعني ما عنده جمهور مثلا من 8 أزهار أو عنده جمهور من 14 أزهار، عنده جمهور من كل الطوائف ومن كل المذاهب ومن كل شيء. كان عندك 3 حفلات بالجزائر، كيف كان تعاطي الناس معك بالخارج؟ يعني إذا بخبرك الجمهور كيف كان تفاعل، يمكن ما خلوني غني يعني، أغلبية الوقت ما يخلوني غني، يغنوا هن ونغني مع بعض، وبيحبوا الدبكة اللبنانية وبيحبوا اللبناني بشكل كتير كبير. سؤال مهضوم شوي، أيه. البلاي ستيشن مين بيربح، أنت أو صابر الرباعي؟ أو مين بغش؟ لا على فكرة أنا الأستاذ صابر شراكة على طول، نحن نلعب 2-2. أيه. أنا الفنان صابر الرباعي شراكة ضد أوكي. ولا مرة اوقات بنلعب ضد بعض وبيخسرني انا بخسره. بنهدات القلب بخبيها شلحات الارز بفينا سقعت صنين ما فيها برد قلبي. نحن اليوم عم نصور المقابلة بوقت اللي أصدرت الحكومة قرار منع التدخين بالأماكن العامة. إيه مزبوط. شو رأيك بهالقرار؟ أول شيء أنت بتدخن أو بتأرجل؟ أنا لا بدخن ولا بأرجل ولا شيء، إنسان سبورتيف كتير. القرار حلو، أنا برأيي القرار كتير حلو ومهم، بس يمكن في كتير قصص أهم هلأ بلبنان لازم نعملها، يعني مش وقتها، بحس مش وقتها. هغني لي غنية لإلك. يلا. تقول عليها عيون يا بي صدق من قال حوري مثل الهوى غلت في وسرقت حناني بجمال الناس ما شافت ومن طلتها الشمس غارت لما على قلبي فاتت هزت كياني دخلك يا الله تحميها ومن عين الكل داريها ندر علي لخليها أسعد إنساني.